ترند الاهلي وايه الكلام اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا واهم وابرز الاخبار بالتحديد كمان ونعلق عليها ونوضحها لحضراتكم. نبتدي بالحساب الرسمي للاهرام على تويتر واللي بيقولوا ان موسيماني يدرس اجراء تعديلات على تشكيل الاهلي امام المقصه، امر وارد جدا في اطار يعني ضغط الماتشات اللي فاتت، ماتشات كلها ورا بعض، احنا لسه لاعبين اول امبارح هنلعب بكره، فبالتالي المسافه او المساحه ما بين المباراتين قليله جدا، فبالتالي انت عايز تجهز اكبر كم ممكن من اللعيبه وعايز تتفادى اي اصابات، فممكن جدا ان انت تعمل تعديلات على تشكيله مباراه بكره امام المقصه رغم اهميه هذه المباراه. وانا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الاهلي كان ماشي في اطار مرحله صعبه جدا ومن خلال كمان معادله هي الاصعب، بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في كيفيه الحفاظ على اللاعبين وفي نفس الوقت تقدر تفوز بالمباراه وفي نفس الوقت توصل لمباراه كايزر تشيفز بقائمتك كامله باذن الله تعالى وبجاهزيه فنيه كبيره. فعلشان كده ممكن جدا يكون في تعديلات في تشكيل مباراه بكره وهنشوف وهننتظر، كل الثقه في موسيماني. بالتالي نروح ل يلا كوره وحسابهم على تويتر واللي باختيار جمهور يلا كوره موسيماني هو مدرب الاسبوع، وده امر طبيعي جدا لان الراجل عمل مجهود كبير قوي قوي، يعني لو اللعيبه بتعمل مجهود جوه الملعب فالراجل ده عمل مجهود اكبر في التفكير في كيفيه ضرب دفاعات المقاولون العرب في مباراه اول امبارح، ونجح في كده من خلال طبعا ايه؟ من خلال التغييرات اللي عملها او التغيير بتاع والتر بوليا. وبمناسبه والتر بوليا ناس كتير كانت بتتكلم عن ان والتر بوليا ماشي ممكن يمشي ممكن، لكن الراجل انت احتاجته فلعبته، فبالتالي تخيل والتر بوليا ده كان جاب جون ولا اتنين مثلا يعني كان الكلام كله عليه هيتغير 180 درجه. فعلشان كده كمان بنقول لحضراتكم شيء بشيء يذكر، يعني اي كلام على رحيل بعض اللاعبين او تواجدهم او بقائهم او كلام من ده سابق لاوانه لان لسه الموسم ما خلصش ولسه في مراحل كتير جدا مهمه واللعيبه دي لسه موجوده في قائمه النادي الاهلي، ففي متغيرات كتير جدا في الكوره ممكن تلاقي حاجات كتير جدا بتتغير. لكن موسيماني ادار المباراه بمنتهى الذكاء ومنتهى التميز وقدر في النهايه ان هو يوصل للنتيجه اللي بيتمناها سواء هو او لاعبيه او جمهور النادي الاهلي. نروح لحساب يلا كوره على فيسبوك وباختيار جمهور يلا كوره برضو محمد شريف هو افضل لاعب في الاسبوع، لان محمد شريف المباراه الاخيره امام المقاولين جاب هدف، المباراه اللي قبليها جاب هدفين امام سموحه، فبالتالي لاعب بيواصل تالقه بيشتغل بشكل مميز جدا جدا مع النادي الاهلي، وصل ل 11 هدف دلوقتي ولا 12 اعتقد 12 هدف مع النادي الاهلي في بطوله الدوري بخلاف الخمس اهداف اللي في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هو عامل موسم اكثر من رائع. وبالمناسبه 12 هدف من غير ولا ضربه جزاء لمحمد شريف، فدي ارقام كلها مميزه نتمنى له الاستمرار في هذا التالق في الحقيقه. خلينا كمان نروح لحساب اليوم السابع على فيسبوك واللي بيقولوا ان الاهلي يجهز علي لطفي للسفر للمغرب لمواجهه كايزر تشيفز بنهائي افريقيا، ده امر يعني امر طبيعي جدا جدا، علي لطفي كان عنده يعني اصابه خفيفه بيتم معالجته منها، بيعمل بعض التدريبات التاهيليه زي ما اطمنا من شويه، فبالتالي هيكون موجود باذن الله في رحله المغرب، وهو حارس من الحراس المميزين جدا ورغمه برده انا بقول لحضراتكم شوفوا الكوره والمتغيرات اللي فيها، كان كلام كتير جدا على علي لطفي قبل ما يشارك في مباراه الزمالك الاولى اللي كسبنا فيها 2-1 واللي صد فيها علي لطفي ضربه جزاء، كلام قبل مباراه مختلف تماما عن كلام ما بعد المباراه بعد تالق هذا الحارس المميز، فبالتالي احنا عندنا حراس ما شاء الله مميزين علي لطفي من ضمنهم، فكل الثقه ليه لان في مرحله هو يعني هيشارك فيها بشكل اساسي باذن الله يكون شفي تماما انه يشارك، وهي مرحله تواجد الشناوي مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، فطبعا بيتم تجهيزه والامور ماشيه بشكل جيد زي ما اطمنا من شويه. طيب موسيماني كمان وده من خلال المصري اليوم وحسابه على تويتر بيطلب ايه؟ بيطلب ملخص مباريات كايزر تشيفز في الدوري الجنوب افريقي، وده امر طبيعي في اطار الدراسه والمذاكره اللي دايما بيقوم بيها المدرب قبل اي مباراه وقبل اي مواجهه اي فريق ممكن يكون هيقابله الفتره الجايه، ما بالك بقى مواجهه كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا، فلازم هيذاكر الفريق ده بشكل مميز جدا يشوف نقاط القوه والضعف، فده هيحصل ازاي؟ من خلال ان هو يشوف بعض الفيديوهات لفريق كايزر تشيفز اللي بالمناسبه يعني غامض شويه ما تقدرش تقول هو فريق كويس ولا فريق وحش لان نتائجه متفاوته في البطوله، يعني في ماتشات خسر فيها 4 وماتشات ان هو قدر ان هو يصعد بهدف واحد، يعني اداؤه متفاوت، فده يقلقك يتعبك شويه في المذاكره هتعمل ايه معاهم يعني. لكن في كل الاحوال ان شاء الله واثقين في الجهاز الفني ان هو يقدر يتعامل مع هذه المباراه بالشكل المناسب.
في إطار الحديث على كايزر تشيفز ومن خلال حساب مبتدع على تويتر بيقولوا إن قبل مواجهة الأهلي من نهائي أفريقيا كايزر تشيفز يفقد خدمات أحد نجومه. مين هو بقى؟ خاما بيليت اللاعب الزامبي الشهير المميز اللي كان موجود في صن داونز فترة من الفترات، اللي كان فيه اهتمام في فترة من الفترات أعتقد من أندية كبيرة جدا جدا في مصر بهذا اللاعب، عنده إصابة، بيتم المحاولة دلوقتي لتجهيزه لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. النسب لحقه ضعيفة، مش بنركز مين هيلحق أو مين مش هيلحق، فرقة كلها محترمة، فرقة كلها عندها إمكانيات ولاعيبة مميزة جدا، فبالتالي أيا كان هيلعب خاما بيليت مش هيلعب، أنت جاهز لمواجهة هذا الفريق بإذن الله تعالى. نخلص بس إن شاء الله من مباراة بكرة وناخد ثلاث نقط وبعد كده نتفرغ للحديث عن مباراة كايزر تشيفز بإذن الله.